ورجعنا مرة تانية مشاهدينا. هنبدأ يومنا النهاردة بفقرة الصحافة اللي منها نعرف أهم المنشطات والأخبار الموجودة في الجرائد النهاردة. ومنورانا النهاردة الكاتبة والصحفية بجريدة الحياة اللندنية الكاتبة أمينة خيري. صباح الخير. صباح الخير يا سارة. إيه الأخبار النهاردة؟ الحمد لله. جو برد شوية؟ أسألك أنت إيه الأخبار؟ أنتوا داخلين على بقية المعركة الانتخابية. مظبوط. بكرة إن شاء الله روح عشان ننتخب ونشوف بقى مظهر حضاري زي اللي شفناه إن شاء الله في الحلقة الأولى يا رب. إن شاء الله. والدنيا تبقى مظبوطة ويبقى فيه كده موازنة في جوه مجلس الشعب ما بين الأحزاب عشان ما يبقاش في تيار طاغي على تيار. والأهم في المرحلة الانتخابية إن شاء الله الأخطاء اللي حصلت في المرحلة الأولى يعني بقدر الإمكان يتم تلافيها في المرحلة الثانية والثالثة. عندي تفاؤل بجد إنه ده هيتحقق إن شاء الله. إن شاء الله. تعالي كده نقول الأخبار اللي معانا النهاردة وبعدين نرجع نتكلم عنها مع بعض. تمام. أول خبر مشاهدينا هو الأهرام. الأهرام بتقول مواجهة أكثر سخونة في المرحلة الثانية للانتخابات. المصري اليوم: التحقيقات تؤكد انفراد المصري اليوم 400 منظمة ومرشحه تلقوا أموالا من الخارج. الأخبار: كفاية تحتفل أمام القضاء العالي بمرور 7 سنوات على إنشائها. الأهرام: المجلس العسكري الاستشاري ليس بديلا عن البرلمان. الشروق: الاستشاري يدعو الإخوان والجماعة تتدلل. الأهرام صفحة أولى: مصر تودع عاشق الأنبياء أحمد بهكت المفكر الإسلامي. كمان المصري اليوم: الإخوان والحرية والعدالة يكلفان خيرة الشاطر بإعداد مشروع للنهضة. الشروق: قضية أحداث ماسبيرو كعب داير. الأهرام: إجراءات عاجلة لتخفيض الإنفاق الحكومي 20 مليار جنيه. الشروق تايم: الإسلاميون أكثر ديمقراطية من الليبراليين وإيكونوميست تحذر من شتاء إسلامي. المصري اليوم آخر خبر معانا النهاردة: تخترق حصار الأسد وتنقل صورة حية من داخل دمشق. أول خبر أستاذ أمينة هو مواجهة أكثر سخونة في المرحلة الثانية للانتخابات. طبعا زي ما كنا بنقول دلوقتي إن بكرة إن شاء الله يعني زي ما كنا بنقول ليلة عاشوراء وليلة العيد. أيوة. والنهاردة ليلة المرحلة الثانية للانتخابات هتبقى إن شاء الله في 9 محافظات. طبعا الجيزة بالنسبة لنا إن إحنا اللي ساكنين في القاهرة الكبرى. طبعا أنا شايفة إن في كذا علامة بتقول إن إحنا في طريق النضج السياسي. اولا كان في اخطاء زي ما قلنا حصلت كتيره خلال المرحله الاولى. اعتقد ان من قبل الجهات المسؤوله عن اداره الانتخابات في محاوله يعني تطويقها او تقليصها. الحاجه الثانيه ان طبعا التكتلات والاحزاب الليبراليه لم يعني تفز بالقدر المنشود خلال المرحله الاولى لان كان في اخطاء كتيره واضحه. وده طبعا يمكن اغلبه بسبب ان اغلب الاحزاب الليبراليه اللي كانت على الساحه باستثناء طبعا الاحزاب القديمه زي الوفد وغيره بدات شغل حقيقي يعني من اقل من 8 شهور. فما ينفعش ان احنا نقارن ما بين احزاب يعني حديثه الولاده او حديثه العهد بالسياسه بين جماعه زي جماعه الاخوان المسلمين اللي هم شئنا ام ابينا خبره كبيره قوي بالظبط اكتر من 8 عقود يعني 80 سنه وهم شغالين. وعلى فكره دايما اسلوب المنع في السياسه بيعلم الواحد يبقى طف يعني يبقى قوي ويتعلم كمان اساليب المراوغه. وده يعني انا ما بقولش المراوغه على فكره بمعنى سلبي ولكن السياسه هي عباره عن مراوغه. وعشان كده احنا دايما بنقول ان يعني ما ندخلش الدين قوي في السياسه لان الدين ما فيهوش مراوغه. السياسه فيها مراوغه وده يعني شئنا ام ابينا هو واقع الحال في اي سياسه في العالم. طبعا الفكره كمان ان في اتهامات حاليا ظهرت وظهرت بقى لها شويه يعني ما بين الحريه والعداله اللي هو الذراع السياسي الاخوان المسلمين وما بين حزب النور تحديدا هو التيار السلفي. وده كان متوقع طبعا ومتوقع كذلك رغم الخلافات دي ان هم لما يدخلوا مجلس الشعب يبقى في نوع من انواع التحالف لان هي السياسه كده زي ما بنقول. طبعا في اتهامات كتيره بينهم. حزب الحريه والعداله ضمن تقريبا اكتساح كامل او شبه كامل في مجلس الشعب ومتوقع ليه ان هو يستمر في هذا الفوز. حزب النور طبعا بيحاول ان هو شم ريحه السلطه وبالتالي بيحاول ان هو يعني يكبر شويه حجم الكيكه او حجم التورته اللي هو هياخدها. وبالتالي احنا هنتوقع ان يبقى في انواع من الشد والجذب ما بين الاطراف المتنافسه. نتمنى ان الموضوع يتوقف عند حدود الشد والجذب ما يبقاش في مظاهر عنف لان الحقيقه ان في اعلام كتير قوي خوفنا من بحور الدم ومن يعني اللي كانت في ان احنا نبقى مقبلين عليها. ولكن اعتقد ان ده شيء اللي حصل يمكن المرحله الاولى كان مؤشر جيد جدا وان شاء الله يستمر في المرحلتين الثانيه والثالثه مع قدر اقل من الخروق او يعني الانتهاك للقواعد اللعبه السياسيه. ولكن طبعا وجود انتهاكات ده شر لابد منه ولكن عايزين نقللها شويه.
طيب نروح للمصر اليوم برضو 400 منظمة ومرشحوا تلقوا أموالا من الخارج، دي برضو عايزين نضمها شوية للخبر اللي يعني عندنا. طبعا هو السر بينهم ان في اسماء بعض المرشحين وان لم يتم الاعلان عنها بعد لان الموضوع لسه قيد التحقيق. طبعا احنا كلنا بنسمع من منذ اندلاع الثورة ان في جهات منظمات حقوقية وجمعيات وبعض الحركات الشبابية وبعض الأشخاص وبعض على فكرة الجمعيات ذات الطابع القبطي وذات الطابع الإسلامي اسمها ضالع في الحصول على تمويل من الخارج، ايوه ولكن أنا شوية بخاف من ده، عاملة زي الفزاعة إن أي حد بيشتغل في مجال حقوق الإنسان أو في مجال المجتمع المدني دايما بيبقى فيه نوع من أنواع التخويف إن أنت واخد أموال من الخارج وبالتالي بتنفذ أجندة أجنبية. نسبة كبيرة جدا من المنظمات المجتمع المدني بتشتغل بتاخد زي منحة أو منح من جهات أجنبية، وجهات أجنبية مش مقصود بيها شرط جاسوسية ولكن وزارات خارجية ممكن تكون يعني مثلا الدنمارك، سويسرا، بريطانيا، فرنسا، أمريكا، بتمول بعض نشاطات المجتمع المدني والمفروض ان ده بيتم عن طريق قنوات شرعية. على الناحية التانية ان في كلام برضو ان في بعض التيارات ذات الانتماءات الدينية تحصل على أموال هائلة من دول زي السعودية وقطر والكويت. تمام طبعا ده برضو سياق تاني عشان ما ينفعش نقول ان احنا اصحاب الاتجاهات الليبرالية بس هم اللي بيحصلوا على أموال وحتى ان كانت عن طريق شرعي، ولكن التيارات الاخرى كمان بتحصل على أموال. مظبوط. طب الإخوان والحرية والعدالة عايزة برضه تضم الخبر ده، يكلفان خيرة الشاطر بإعداد مشروع للنهضة. عايزه اقول لك يعني يا ساره ان الخبر ده انا اسعدني جدا لان تفاصيل الخبر ده اللي احنا عايزين نشوفه بقى، واحنا بالظبط. بنعيب على الليبراليين ان مفيش حاجه ظاهره. يعني احنا يعني رغم ان انا اتجاهاتي تميل الى هذا يعني التوجه الايديولوجي، ولكن الخبر لما تقريه ان فعلا في تفاصيل ان هو تم تكليف خيرة الشاطر باعداد يعني مشروع لنهضه مصر، وهو واخد 4 دول، سنغافوره في نموذج للبنيه التحتيه، جنوب افريقيا نموذج ل تقبل الاخر، طبعا جنوب افريقيا يعني كان عندهم النظام الابرتايد على مدى عقود طويله وتمكنوا من وعرفوا يخرجوا التعايش الحقيقة. السلمي، تركيا وماليزيا نموذج في الاقتصاد والنهوض بالاقتصاد، هو ده الشغل الحقيقي واتمنى ان ده يكون حقيقي، ولكن يا رب. ما ينفعش ان احنا برضو نعدي الموضوع من غير نوع من الانتقاد. في خبر تاني صغير جدا عن السيد اكرم الشاعر مرشح للحريه والعداله اللي فاز في بورسعيد، واللي كان بيقول امبارح الحقيقه وهو في حمله انتخابيه لدعم الحريه والعداله في كومومبو ان الاخوان يتحركون بالتأييد الرباني، ده اللي احنا خايفين منه، مش عايزين نقحم يعني الشأن الروحاني مع السياسه، والا ممكن حد يجي مثلا يخبطني في الشارع فيقول والله ده كان نداء رباني، فيعني ما ينفعش ان احنا ندخل ده في ده قوي. عندك حق، وطول ما انت بتتكلمي فعلا لما بتاكدي يعني كل ما بتاكدي عن الموضوع ده كل ما بتوضحي الصوره اكتر للناس علشان ما يبقاش التوجه ده او الاحساس ده يوصل للناس عن يعني طريق، لان ده احيانا بتبقى في العقل الباطن بقى، عارفه نختار كل على ما اساس البرنامج وعلى اساس المرشح مش على اساس ان ده يعني لسان الله على الارض، لان يعني الحساب ده حاجه بتاعت ربنا، واحنا مش شعب كافر ومش شعب ملحد، والثوره لم تقم بسبب عبادتنا للاوثان ولكن قامت علشان القهر والظلم. عايزه اخلص الحاجات اللي بتتعلق بالاخوان ولا هو الاحزاب، هي مش هنخلصها. على الاقل بس في الاخبار يعني نقول ان الشروق بتقول انه الاستشاري يدعو الاخوان والجماعه تتدلل. تتدلل. يعني انا عجبني طبعا عنوان جدا، والحقيقه لازم اشيد بعناوين الشروق لانها بتبقى معبره جدا. طبعا المشكله اللي موجوده دلوقتي اللي هي المجلس الاستشاري اللي فيه 30 عضو يرأسه السيد منصور حسن وزير الاعلام الاسبق، طبعا كان فيه ممثلين عن الاخوان والحريه والعداله في هذا المجلس ولكن انسحبوا عشان طبعا في هم بيقولوا ان هم خايفين ان في محاولات من قبل المجلس العسكري وبعض القوى الاخرى للتدخل في او وضع قواعد للدستور. رؤيتي الشخصيه بمنتهى الصراحه ان في رغبه شديده من اصحاب التيارات الدينيه في داخل البرلمان اللي هم هيبقى ليهم اليد العليا ان هم يسيطروا على مساله كتابه الدستور، ده طبعا مش مطلوب، مطلوب ان قوى الشعب تبقى كلها يعني متداخله وتشارك في كتابه الدستور لان دي مش قوانين ده دستور. فهم في محاوله للتطمين من داخل المجلس الاستشاري، ولكن السيد منصور حسن بعت لهم رساله واضحه يعني احنا بندعوكم ان انتوا تعودوا ونزيل سوء الفهم اللي حادث ده، ولكن حتى لو انتوا لم تعودوا
فالمجلس الاستشاري مستمر في عمله. بما ان احنا جبنا كمان سيرة المجلس الاستشاري، الخبر رقم 4 اللي هو المجلس العسكري الاستشاري ليس بديلا عن البرلمان. هو الحقيقة نفس الفكرة، زي ما بنقول ان في مخاوف من قبل نمرة 1 حزب الحرية والعدالة، نمرة 2 حزب النور، اللي هم يعني خدوا زي ما قلت النصيب الاكبر من كعكة السلطة، ان هم خايفين من اي محاولات سواء من قبل المجلس العسكري او من قبل بعض الطائرات الاخرى، ان هم يبقى في نوع من انواع التدخل في عمل البرلمان او منافسته على السلطه في داخل البرلمان او التدخل في مساله كتابه الدستور. مش هنخوض تاني في حكايه الدستور، متهيألي يعني ارائنا كلها واضحه في هذا الشان. والمجلس العسكري بياكد يمكن للمرة 7 أو 8 في خلال 5 أو 6 أيام ان الهدف الرئيسي من المجلس الاستشاري ليس السطو على كتابه الدستور بقدر ما هو زي جهه استشاريه للمجلس العسكري لغايه ما يتم انتخاب رئيس جمهوريه، واليوم اللي هيتم فيه انتخاب رئيس جمهوريه فعمل المجلس الاستشاري انتهى. كل ده هيختلف. نروح لخبر برضو يعني مهم جدا الحقيقه، خبر رقم 6 النهارده في الاهرام، مكتوب انه مصر تودع عاشق الانبياء احمد بهجت، طبعا المفكر الاسلامي العظيم اللي يعني امتعنا بكل كتاباته على مدار السنين اللي فاتت دي كلها. يعني طبعا يا رب ربنا يرحمه، شخصيه عظيمه، ويعني للاسف بس طبعا دي اراده الله ان طبعا شخصيه زي الراحل احمد بهجت اللي هو كان بيمثل الوجه السامح الحقيقي للاسلام بدون مزايدات وبدون دخول في مواضيع فرعيه، ولا يسعني سوى المقارنه ما بين كتابات العظيم احمد بهجت وما بين ما يقال من اهتراءات حاليا. يعني مثلا امبارح كان في احد رموز التيارات السلفيه بيتحدث عن ان هو بيبشر المصريين ان شاء الله قريب الشباب هيقدروا يتجوز 2 و3 و4 علشان نحل ازمه العنوسه وعلشان نريح الستات ويقعدوا في البيت ما يبقاش في فتنه. ده احد رموز التيارات السلفيه اللي بيتحدث باسم يعني الاسلام. واضح انه الستات عاملين ازمه كبيره جدا، احنا ممكن طول الوقت بيتكلموا على الستات طول احنا ممكن نلغيهم. هو ده انا رايي ان ده بيعكس يعني انت ما بتيجي تتكلمي بيبقى ده انعكاس لانت اهتماماتك ايه، فده كويس معناه ان احنا هم بيحبونا يعني بيحبونا فده كده. شيء جيد. نرجع للاستاذ الراحل الكبير احمد بهجت، طبعا ربنا يرحمه. امبارح كانت جنازه مهيبه من مسجد السيده نفيسه، واعتقد ان يعني اللي بيفضل للانسان اعماله واعمال الاستاذ احمد بهجت يا ريت ان احنا كلنا نرجع لها حتى للاطفال كمان. اكيد ربنا يصبر اهله ان شاء الله يا رب ويديهم الصبر كلهم طبعا والمصريين كلهم. خبر رقم 3 اخر خبر معانا هو الاخبار، كفايه تحتفل امام القضاء العالي بمرور 7 سنوات على انشائها. خبر تاني مهم جدا الحقيقه، طبعا امبارح كان عيد ميلاد رقم 7 لحركه كفايه، واللي انا بقول ان حركه كفايه مع المدونين الشباب اللي ظهروا في نفس السنه تقريبا ما بين 2003 و2004 يمكن كانت دي البدايه الحقيقيه لتحريك المياه الراكده، ويعني يمكن هم ادوا شويه امل للمصريين ان في امكانيه للتغيير. اخذت كذا سنه ولكن عدد سنوات قليل لغايه ما عملنا التغيير الحقيقي، ولكن الرساله اللي ورا اللي حصل امبارح قدام دار القضاء العالي ان حركه كفايه كانوا بيحتفلوا زي ما قلنا ورافعين بعض الشعارات اللي اغلبها كان بيدور حول المطالبه باسقاط المجلس العسكري، وطبعا توجيه اتهامات للمشير طنطاوي والسيد والفريق عنان. اللي حصل واللي يعنيني هنا ان النبض الشارع ايه اللي حصل، ان الناس العاديه او جزء كبير من الناس المارة العاديين اللي كانوا بيعدوا قدام دار القضاء العالي حصل نوع من انواع الاشتباك اللفظي ما بين الفريقين، ما بين المحتفلين بحركه كفايه وما بين الناس العاديه اللي اعتبروا كفايه يعني نوع من انواع التظاهرات واستمرار الثوره، وربطوا بينهم وبين ما يحدث في التحرير. وحصل ان الهتافات الناحيه الثانيه كانت مؤيده للمجلس العسكري. انا لا انا مؤيده ولا انا معارضه للمجلس العسكري، ولكن ده نبض الشارع يعني اللي بيتكلم اللي احنا مدين نتكلم فيه دلوقتي ولا والثوره والتحرير وقدام مجلس الوزراء وقدام وزاره التخطيط شيء، واللي بيحصل على ارض السياسه شيء ثاني خالص بعيد عن المجلس العسكري. بيحصل انتخابات، بيحصل التيارات الاسلاميه اللي يمكن ما كانتش ضالعه قوي في الثوره، مش هي اللي قومت الثوره، هي اللي اكتسحت. احنا بنحترم طبعا نتيجه الصناديق الانتخاب، ولكن يا ريت ان احنا نبتدي نبص ماذا عن الدورة البرلمانية إن شاء الله ما بعد المقبلة، نبتدي نجهز ليها. يبقى في معارضة قوية في داخل البرلمان، وربما يعني يبقى في حظ أفضل لبقية التيارات في الدورات الأخرى، ونتمنى أن الناس تقبل بالنتيجة أيا كانت. طبعا يعني ما يحصلش بقى لا ده طبعا ما هي دي الديمقراطية. أيوة. وعشان كده كان الخبر اللي احنا ما قريناهوش اللي هو تحليل من التايم ان أيوة. الليبراليين يمكن ما يعرفوش ديمقراطية زي ما الإسلاميين عارفينها، فاللي مهتم بالخبر يبقى يقراه بقى من الشروق، لأن هو مترجم من مجلة
التايم الامريكيه. احنا حطينا اهم الاخبار والمنشطات واللي عليكم بقى انتوا تقروا وتتفقدوا كل كده الجرائد. انا بشكرك جدا بجد يا استاذه امينه على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا كان معانا الكاتبه الصحفيه امينه خيري، هي الكاتبه الصحفيه بجريده الحياه اللندنيه. قلنا مع بعض المنشطات والاخبار الموجوده في الجرائد. هسيبكم مع فاصل ونرجع مره تانية نبتدي برضو فقرات تانية. خليكم معانا.